السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين المنابر الإعلامية اللي كاينه في مراكش. احنا فرحانين انا ومحسن لانه جينا لمدينتنا اللي كبرنا فيها واللي عشنا فيها ذكريات كبيرة وزوينة، باش نبارطاجيو مع المراكشيين كاملين واحد المولود جديد اللي هو فيلم تاكسي بيد بالجزء الثاني ديالو. الحمد لله كان الجزء الاول ديال تاكسي بيد اللي لقى استحسان ونجاح كبير من طرف كاع المغاربة الحمد لله، واللي حصلنا فيه على تهنئه خاصه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره. واليوم جينا باش نتقاسموا مع الجمهور المراكشي الجزء الثاني اللي ان شاء الله غادي يكون غدا العرض الاول ديالو في سينما ميغاراما في 7:30 ان شاء الله. انا نقول لكم شكرا بزاف على الحضور ديالكم. صراحة الدعم ديال الإعلام في المغرب كله هو دعم اللي كيخلي الفن يزيد لقدام، وما يمكنش يكون واحد الفنان ولا واحد الشخصية اللي معروفة إلا ما كانش المستقبل ولا إلا ما كانوش الناس اللي كيوصلوا الصوت ديالو لكاع الناس. فكيف قال منصف، حنا اليوم في واحد الظرفية اللي عزيزة على قلبنا، المدينة هذه اللي كنبغيوها بزاف والجمهور ديالها اللي كنعرفوه واللي عشنا معاه بزاف بزاف ديال الذكريات. وحنا ان شاء الله هنايا باش نتواصلوا مع الجمهور ديال مراكش في اطار الجوله اللي بغينا نديروها في المغرب كله، لان هذا الفيلم هذا خدا بزاف ديال الوقت في الانجاز ديالو. تقريبا بدات الكتابه ديالو من قبل كورونا واستمرت الاعداد ديالو باش يتصور واحد السنه قبل التصوير ديالو. فاحنا بغينا نتشاركوا هذه التجربه مع المغاربه كلهم، وغدا ان شاء الله كنتمنوا ان الجمهور يكون حاضر بزاف باش يشوف هذا الجزء الثاني ديال تاكسي بيد اللي كان بالنسبه لنا واحد التحدي كبير، لانه ملي كدير جزء اول كيخصك تكون في المستوى ديال الجزء الثاني ولا ثالث. فكان عندنا بزاف ديال التحديات، درنا بزاف ديال لي زانغريديون ديال لونغاج سينيماتوغرافيك اللي فيه الكوميديا، فيه التشويق، فيه الإثارة، فيه المتعة، فيه الحركية، اللي هي الطريق اللي بغينا ننهجوها إن شاء الله ميم في أفلام جايين ولا في أعمال اللي غادي تجي في المستقبل. فكنتمنى أن طبعا بالأسئلة ديالكم وبتب لي روتور من عند الناس غدا إن شاء الله باش نقدروا نطوروا من التجربة السينمائية ديالنا ونشاركوها مع الجمهور ونكونوا قراب. سيرتو خصنا الفنان باش ما كان قريب من الجمهور وكان واصل ليه، فكيكون المشروع ديالو ولا تيكون واصل. والحاجه اللي عجبتني بزاف البارح كنا في جامع الفنا، كنا مع السي عادي اللي كنشكرو بزاف 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 لانه كيدير مجهود كبير ماشي غير مع الفن وفي الصحافه زعما وفي الرياضه وفي كاع المجالات، كيساعد وكيعطي كل شيء باش يوصل. لحقاش يقدر يكون لو كوتي ارتستيك مزيان، ولكن الا ما كانش اللي وصل الكلمه فما كتبقى في بلاصتها. فكنشكر عادل بزاف، كنشكركم كلكم الصحفيين اللي ما كترددوش انكم تكونوا حاضرين في كاع المناسبات، وكنشكر السي عبد اللطيف على سعه الصدر ديالو اللي استقبلنا في هذا المكان الجميل هذا، وكنتمنى ان التجربه تكون تنال الاعجاب ديال كل شيء. اكيد شتي لاباز ولا الاساس ديال هذه العمليه ديال الانجاز في الجزء الثاني هو هذا التخوف بالضبط، لانه كتقول واش غتكون في المستوى، واش غتكون على اوتور، لانه كتكون بحال شي حاجه كتحملها العاتق ديالك، كيكون تحدي انه خصك تكون احسن. ولكن الا ما كنتيش كتولي كتقول يا ربي غير ما نطيحش المستوى اللي كنت فيه. فاكيد بالعكس كان هذا هاجس ديما كان عندنا. حتى درنا لافون بروميير في كازا، عاد الحمد لله عاد سوفلينا وقلنا سورتو ملي كان هذاك التجاوب اغرياب ديال الناس وحتى الصحافه ولي كريتيك اللي الحمد لله استقبلوا الفيلم وعجبهم لو لونغاج سينماتوغرافيك ديالو وعجبهم طريقه الكوميدي، حيت لو فيلم فيه تطور، كل انسان كيتطور كتبغي المجهود ديالك الجاي يكون اكثر تطورا. فخدمنا واخا خدا كيف قلتي وقت كثير، ولكن باش يستقر وباش تكون لا الفكره ولا الاشتغال ديالها ولا الاليات ديال الاشتغال ديالها، خاص يكون كل شيء هذا الشيء متوفر باش يدير ان بون فيلم. فاكيد كاين هذا التخوف، ولكن الحمد لله ملي لقينا نجاح في الاستقبال في البارتاج مع الناس. ظروف ديال القصه او السيناريو
هو اللي يحكم، هو اللي كيحكم على ان ديكور. الوغ القصه كتبدا من كازا لانه هي الاساس، كيف غتشوفوا ان شاء الله في الفيلم اللي باقي ما شافوش غدا. القصه كتبدا في كازا وكتسالي في جنوب في الحدود مع المغرب، وكيف كتعرفوا اكافي فيه مناظر جميله في مراكش اللي كيوحيوا على اساس راه بحال كاينين في الصحراء ولا في حدود. داكشي علاش كان هذا الاشتغال على كازا وعلى لو تراجي، باسكو الفيلم كله سي ان تراجي ديال لي تاكسي، واحد القافله ديال الطاكسيات. دايوغ الفيلم سميتو لو كونفوا القافله، الجزء الثاني سميتو تاكسي بيض القافله. دونك هذا هو الاساس باش شغلينا على مدينه الدار البيضاء ومدينه مراكش.